عرض الكاتب والمؤلف بشير ماديه كتابه الجديد الذي يحمل عنوان سيرة حياته. حضر الحفل عدد من كبار الشخصيات الوطنية والدبلوماسية. فاطمة داود اللحامر حضرت المناسبة وعدت التقرير التالي. بعيدا عن الملفات السياسية والمشاكل المالية التي تشهدها بلادنا اليوم، فبإشراف ورعاية جمعية التنمية الريفية فقد تم عرض كتاب جديد في الساحة الثقافية، وذلك تحت عنوان طريق كفاح مزارع إلى كاتب عدل، وذلك من تأليف الكاتب بشير مادي، حيث تناول الكاتب سيرة حياته منذ نشأته وترعرعه وكفاحه إلى أن أصبح كاتب عدل مرموق في الحقل القانوني، إضافة إلى الجوانب الاجتماعية التي مر بها منذ الصغر إلى أن أصبح وزيرا يحتذى به. شنو أنا ولدني وين أنا جامد وين شنو ألسيتا والليفر ده جاي نادي في فرنسا ده بيوغرافي إيش الناس كتير يعرفني ولكن ما يعرفني كيف في ليفر ده مشي أنا شلت إكزامبل وقت أنا لسا إتشيدي هذا في جو سيتا ثلاثة يوم ولسا ما لقينا أكل أنا باكيت من جو وهذا أليم تشيفا متر مادي مينيستر مادي بورتان الليفر ده جاي نورلي يلا ده شو كم نادم على ينتي ده إلى يأكلم بلاكيرم ده تقوم كيفاس تلقدا ما في. إن مثل هذه المؤلفات تساعد الشباب في تكوين نظرة مستقبلية لرقي البلاد وتقدمها، وأخذ الشباب بحذو الكتاب والمؤلفين ليصبحوا ذو شأن مرموق في المستقبل. وهذا الكتاب ليس الأول للكاتب بشير مادي، وإنما تباعا لكتب شتى قام بتأليفها في مختلف المجالات العلمية.